نحن في هذا اليوم في جامعة العين يتم انعقاد ملتقى الاستدامة في الهندسة، حيث يشارك عدد كبير من الباحثين والناشطين في هذا المجال في مجال الاستدامة. ويأتي هذا الملتقى ترجمة لتوجهات الدولة في الاهتمام في الاستدامة، وهنا نؤكد بأن هذا العام عام الاستدامة، ولا بد لجامعة العين أن تترجم هذا إلى واقع من خلال عقد الندوات والنشاطات وحث أعضاء هيئة التدريس والطلبة وشركائنا الاستراتيجيين للمشاركة في هذا الملتقى لأهميته. وهنا نؤكد بأن جامعة العين تسير على توجهات وخطى صاحب السمو محمد بن زايد لدعمه لموضوع الاستدامة واهتمامه في هذا الموضوع، فنحن في جامعة العين نولي هذا الموضوع اهتمام بالغ جداً لأهميته، لأن موضوع الاستدامة والحفاظ على البيئة يعتبر من أولويات الدولة ومن أولوياتنا في جامعة العين، لأن الحفاظ على البيئة والتغير المناخي الذي يحصل الآن في العالم هو من أهم المواضيع الذي لا بد من التركيز عليه في الجامعات، ونحن في جامعة العين ماشيين في هذا التوجه إن شاء الله.